ومعي عبر سكايب في هذا الموضوع سلطان العبدلي المعارض السعودي. بداية مرحبا بك سيد سلطان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك. بداية، ماذا يعني مطالبة النائب العام السعودي مجددا بإعدام الشيخ سليمان العودة؟ بالنسبة لإعدام الشيخ سليمان، أول مطالبة من قبل النائب العام أو النيابة العامة كما تسمى الآن، وسابقا كانت تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام. نعم. المطالبة بإعدام فضيلة الشيخ العلامة سليمان العودة ما هي إلا من وجهة نظري تأكيد على شيئين اثنين. أولا، محمد بن سلمان منذ أن جاء ومنذ أن قدم للصهاينة ولترامب تحديدا فروض الولاء والطاعة بأمرين: بأن يستأصل ما يسمى بالإسلام السياسي أو ما يسمونه هم أولئك أعداء الإسلام وأعداء حتى الديمقراطية الحقيقية، أو أعداء الانتخاب أو الاختيار، أن تختار الناس حاكمها أو من يمثلها في البرلمان وغيرها، والمطالب بالشفافية والعدالة، يعني استئصال هذه الشخصيات. ولا شك أن الشيخ العلامة سلمان العودة والشيخ العلامة سفر الحوالي هم أبرز شيوخ الصحوة الذين ضاق بهم النظام درعا منذ عهد الملك فهد، وليس هذا من مطلع الثمانينيات، ولكن لم تكن الفرصة لتحين لكي يعني يستأصل شأفتهم إلا عبر سجن 5 سنوات منتصف التسعينات. الأمر الآخر، أخذ على عاتقه محمد بن سلمان حتى يبرهن للصهيوني ويبرهن للأمريكي ترامب ويبرهن لكل عدو للأمة العربية والأمة الإسلامية إلى أنه هو رجل المرحلة القادم، وهو الذي سيكمل الخط التغريبي الذي بدأه ملوك في السعودية مثل فيصل بن عبد العزيز، وحاول فهد أن يتممه ولكن دهمته 3 أحداث عظام، وهي اجتياح السوفية لأفغانستان، وكذلك الثورة الإسلامية الإيرانية ثورة الخميني، وكذلك دخول جهيمان الحرم، مما يعني كما يقولون عندنا بالعامية لخبط اللعبة على الملك فهد، فحاول الاستنجاد بالإسلام من جديد، ولكن قد يكون موجها، لكن انفلت الزمام من يد النظام السعودي، وكانت هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي يقول محمد بن سلمان نفسه سوف ندمرهم ونسحقهم على طريقة الصبيان الأنزاق الذين فقط ليس عندهم إلا السحق والتدمير. وبما أنه في هذا المنصب وفي ولاية العهد، نعم، يجب أن يتسم بشيء، نعم، من العقل. إذن المطالبة والإلحاح بإعدام الشيخ سلمان العودة ما هو إلا كما كان يقال في تونس في الثمانينات أيام زين العابدين بن علي وقبله بورقيبة ومثله أيام القذافي، ما هو إلا تجفيف لمنابع الإسلام ومنابع الصحوة الإسلامية المباركة التي عمت كل بلاد العالم العربي والإسلامي. الإلحاح بهذا الشكل طبعا، ويجب أيضا أن نشير إلى أمر مهم، لا النائب العام ولا القضاة فيما بعد ولا هم يحزنون ولا المحققون يستطيعون أن يتكلموا أو ينبسوا ببنت شفة في هذه القضايا، إنما الحكم يصل بالفاكس إلى القاضي يحكم على سلمان العودة ب25 سنة أو ب30 سنة، كما هو الحال مع مصلحي جدة أو إصلاحيي جدة، الأستاذ الدكتور المحامي موسى القرني والسيد الهاشمي الدكتور سعود مختار حفظه الله. نعم. إذن هذه هي عبارة عن فاكسات تأتي جاهزة للنائب العام وللقضاة بتثبيت هذه الأحكام. نعم سيد سلطان، القاضي أن ينظر فيها. نعم. نعم. هل قمت بأي تحركات على الصعيد الثقافي والإنساني لعرقلة هذا الحكم الجائر؟ طبعا نحن على المستوى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرون من الإخوة الناشطين في الخارج يعني مثل، وأيضا على المستوى الحقوقي منظمة قسطة ومنظمة الكرامة في جنيف كذلك، كثير من الإخوة يعملون جاهدين، وكذلك الإخوة في كندا والإخوة في أمريكا والإخوة في أستراليا، كلهم يحاولون توعية المجتمع، التواصل مع الجمعيات الحقوقية التي تقول للناس وتقول للأمم كلها إن محمد بن سلمان لا يستأصل رجلا لأنه خطير على الوطن مثل سفر الحوالي المقعد على كرسيه، أو مثل سلمان العودة الذي أنهكته الأمراض داخل السجن الآن، لا، إنما المقصود هو أنه هو على هيئة دولة بينما هو فرد يمارس الإرهاب وفرد قاتل. وما قضية خاشقجي رحمه الله في تركيا إلا دليل واضح على ما نقول، ما كنا نقوله وما أكده محمد بن سلمان نفسه. إذن القضية لدينا الآن ليست قضية أنه هناك نزق عند محمد بن سلمان، إنما هو إرهاب يمارس باسم الدولة وقتل يمارس باسم الدولة، وتستخدم فيه ما لم تستخدم في العالم من قبل، أن تستخدم السفارات والقنصليات، هذه المواقع
الآمنة التي يجب أن تكون آمنة والمنبغي أن تكون آمنة هي مواقع الاستدراج الناشطين واستدراج المعارضين. لا بل أقول لك ما هو أكثر من هذا، عدد غير قليل يتواصل معي من الطلاب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من الطلاب المبتعثين أو حتى الذين هم يعني يدرسون على حسابهم في الخارج، يتم استدراجهم عن طريق إما تجديد جواز أو عن طريق مثلا استكمال بعض الأوراق حتى يتم استدراجهم إلى داخل القنصلية، ومن ثم يتعاونون مع بعض الدول ومع بعض الأنظمة ثم يتم ترحيل أولئك الطلاب. إذن الرجل بات خطرا على العالم كله، ها هي أمامنا الحرب في ليبيا، من الذي يدعم حفتر في ليبيا إلا محمد بن سلمان وقبله عبد الله بن عبد العزيز عمه؟ من الذي يدعم أيضا دمر اليمن وقتل أهلنا في اليمن وقتل الأطفال في اليمن إلا هذه العقلية الخطيرة؟ إذن الرجل ليس على المستوى الداخلي في قتل سلمان العودة أو قتل سفر الحواري أو يعني اغتيال شيخنا الأستاذ الدكتور عميد كلية القرآن سابقا في الجامعة الإسلامية أحمد العماري الزهراني أبو عاصم واغتاله قبل أشهر في السجن. لا، القضية أكبر من هذا، القضية أن الرجل لديه أجندات تمليه عليه إمارة أبو ظبي المارقة وهو ينفذها، والثمن هو أن يعتلي العرش فقط. وليس انظر إذا ماذا يفعل الآن في قضايا الترفيه، من أراد العلمانية لبلد ما لا يجوز أن تكون العلمانية بقوة الحديد والنار، بل يجب أن تكون العلمانية إن اضطر إليها حاكم ما أن يترك للناس اختيارهم، فيختار الناس المسجد أو يختارون البار أو يختارون المرقص أو يختارون أي مكان. ولكن أن تأتي يقول ليس لدينا أموال، لدينا حرب في اليمن، ثم يقص من رواتب المعلمين ويقص من جميع موظفين الدولة وهو يشتري اليخوت واللوحات والقصور الفارهة الضخمة وكذا إلى آخره، وأبناؤنا في الحد الجنوبي يقتلون يوما بعد يوم بالعشرات، ولا تصدقوا هذه الأعداد التي تصدر. وإنما هو أمن، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. الشعب يجب نعم. أن يقوم بثورة عارمة جارفة، ولعل الله نعم. يقدرها في القريب العاجل تجاه هذا الظالم الطاغي الطاغوت المستبد الذي استأثر بالقرار ليس عن الشعب كما هي عادة أعمامه من قبل، لا بل حتى عن إخوانه، حتى أمه سجنها منذ أكثر من عامين ونصف نعم. حتى عن أبيه الذي غيبه تماما عن المشهد، حتى عن إخوته غير الأشقاء الذين لم يروا والدهم إلى الآن منذ نعم. أكثر من عامين إلا نعم. في المناسبات الرسمية. إذن هذا الرجل نعم. بات يشكل خطرا ليس على العرب وليس نعم. على المسلمين بل نعم. على العالم كله، وإذا ما استفحل أمره سوف يحدث خللا كبيرا في المنطقة وينشب حربا نعم. مع إيران سوف تأكل الأخضر واليابس. نعم، وصلت الفكرة سلطان العبدلي المعارض السعودي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك.